عندنا قرابة 40 مؤسسة اللي راهي دخلت لهنايا معنا. الحمد لله اللي كانوا دخلوا معنا من قبل كلهم دخلوا معنا اليوم، كانوا شافوا من ناحية تاع التنظيم ومن ناحية تاع الجودة ومن ناحية تاع الإعلام ومن ناحية تاع التسويق. على واحدة معينة مازالوا ما حطوهاش، خلاص مدايرينها غير للعرض، مازالوا ما مش حالين لا كومون تاعها. راني نشوف المعارضة وناجح. أنا سعيد جدا بدخول هذه الفترة هذه السيارات بعدة شركات يعني الجزائر، بعد ما كانت أصلا ما كانش سيارة جديدة، كانت مفقودة لبعض السنوات.